المشاهدون الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من منشطات سودانية نصحبكم خلالها في جولة مع أهم ما خرجت به الصحف المحلية والعالمية. نستهل هذه الجولة مع أهم عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم والتي تناولت جميعها في عناوينها الرئيسية خبر إجازة توصيات الحوار الوطني بإجمال واليوم توقيع الوثيقة الوطنية. عدد من الصحف تناولت مهاتفة المهدي للبشير وبعث رسالة إلى المتحاورين في المؤتمر العام، وجاء في العنوان الرئيس لصحيفة الرأي العام: السودان يستقبل عهدا جديدا بختام المرحلة التأسيسية للحوار الوطني. ومن منشطات صحيفة الصيحة نقرأ: الحكومة أبو قردة يثني أو يتبنى مقترحات النقابة لحل مشكلات القطاع الصحي. وفي صحيفة الانتباه نقرأ عنوان رئيس: انتهاء فصول الحوار اليوم. التيار أورد العنوان الرئيسي يقول: الحسن يعود بتفويض كامل من الميرغني. وانفردت صحيفة الجريدة بمنشيط رئيس جاء فيه الكشف عن وظائف وهمية بوزارة في جنوب دارفور. صحيفة الوطن أوردت في المنشيط الثالث: تعديلات في وزراء الاتحاد، مغادرة أحمد سعد وترفيع حسونة وتاج السر. ونطالع عناوين الصحف الرياضية من الصدى، نقرأ المنشيط الرئيس: المريخ يدفع بطلب الفحص اليوم ويستعيد خدمات أمير كمال وعلي جعفر. ومن جون نطالع المنشيط الرئيس والذي يقول: قائد الأزرق للفوز على كوبر بخماسية الوالي أمبدة، الشعلة وكاريكا الريدة صنع الأجوان وميدو نزل الميدان. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الصفحات الداخلية، فابقوا معنا. هذه الجولة نبدأها من صحيفة الصيحة ومن صفحتها الرابعة نقرأ: عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الزين العوض للصيحة يقول: نراهن على النظام الاقتصادي المختلط ونعول على العودة للزراعة، حوار أجراه عاصم إسماعيل. وفي الصفحة الخامسة بصحيفة الجريدة بعنوان قضية نقرأ: خطوط جديدة للمواصلات بمزاج السائقين، تقسيم الخطوط، التحايل على التعرفة، قضية يطرحها الصحافي عيسى جديد. وإلى الصفحة الخامسة من صحيفة التيار نقرأ: يوم في تاريخ أمة، 10 أكتوبر، محاولة تجاوز المحطات القديمة، تحقيق أجراه الصحفي مصعب الهادي. ومن الصفحة الحادية عشر بصحيفة السودان نقرأ عناوين الاقتصاد التي جاء فيها: وزير المعادي يلتقي العاملين بالقطاع بالثلاثاء، دقوا ناقوس الخطر، مزارعون يقولون العطش يهدد مشروع الرهد الزراعي، ارتفاع كبير في الطوب الأحمر ل 2800 جنيه للوري، اتحاد الغرف يطلق نداء لإنقاذ موسم الحصاد، اقتصاديون يقولون تجويد الخدمة أكبر تحدي لمشروع الدفع عبر الموبايل. ومن الصفحة السادسة بصحيفة آخر لحظة ننقل لكم عناوين أخبار الحوادث: محاكمة شاب شرع في سرقة منزل، قاضي تفاصيل مقتل صاحب زريبة على يد زملائه، المراجع يحمل محاسب معبر أشكيت مسؤولية دفاتر مالية، وعقوبات رادعة لمدان بحيازة 965 قارورة خمر. بعد هذا الفاصل أعود بكم إلى عميدة الرأي، قوم معنا. هذه الجولة أبدأها معكم من أخيرة السوداني للكاتب الطاهر ساتي من زاويته الراتبة إليكم، تلك التي كتب فيها تحت عنوان راية التحدي. بدأ زاويته بنجاح علماء النفس في تصنيف العقل إلى إرادي ولا إرادي، فالإرادي هو ما يتحكم عبره الإنسان بالأشياء بما فيها لسانه، أما اللا إرادي فهو ما لا يستطيع أن يتحكم عبره بالأشياء بما فيها لسانه أيضا. وعلى سبيل المثال، يكون أحدنا قد أحدث أمرا ما والناس نيام، ثم يطلع الفجر ويكتشف الجيران الحدث ولكنهم لا يعرفون الفاعل، وهنا يظن العقل اللا إرادي للفاعل أن نظرات الجيران تتهمه وعليه نفي الاتهام، فيرتبك ثم ينفي قبل أن يتهمه شفاهة. وعلى سبيل مثال آخر نقرأ هذا النص كما ورد في الانتباه: رفعت وزارة الصحة بالخرطوم راية التحدي، معلنة أن وزيرها مامون حميدة لن يستسلم تجاه ما يجري بالحقل الصحي بالخرطوم، ولم تصدر أي شائعة ذات صلة باستقالة وزير الصحة بالخرطوم، ولكن بالعقل اللا إرادي صنع هذا المصدر شائعة الاستقالة ليقول للناس والصحيفة بالعقل اللا إرادي أيضا إن الوزير لن يستسلم. ويختم ساتي زاويته بأن أزمة بهذا الحجم اختزلت في الدفاع عن منصب وزير لحد رفع راية التحدي، ولو كانت وزارة الصحة بالخرطوم ومصادرها المسمى رفيعة
قادرة على التحدي والصبر على عدم الاستسلام، لتحدت بقدرتها وصبرها أسباب تردي المشافي ولم استسلمت للأسباب. ولقد صدق المسؤول بنفي استقالة وزيرهم، ونحن نؤكد النفي ثم نسأل ولماذا وكيف يستقيل. فالكل يعلم أن وخزات الضمائر ليست أجهزة طبية بحيث نشحن بها الدفارات ونفرغها في نفوس المسؤولين. وإلى الصفحة الثالثة بصحيفة الجريدة، نقرأ للكاتب محجوب عروة في زاويته الراتبة قولوا حسناً، والتي كتب فيها تحت عنوان السودان والفرص والضائقة، وتناول في زاويته مخاوفه من عدم نجاح الحوار الوطني في تحقيق الاستقرار، وكتب: قلت أمس إنني أخشى ألا ينجح الحوار الجاري بسبب حظوظ الدنيا الشخصية والحزبية الفانية وضيق الأفق الفكري والسياسي، وسردت معظم الفرص الضائعة في بلادنا من أجل إقامة حوار وطني شامل حقيقي وجاد وصادق ومنتج للسلام والاستقرار والحكم الراشد والديمقراطية الصحيحة المستدامة، وذلك من خلال الاتفاق على القواسم المشتركة. والحد الأدنى الذي يتعين الاتفاق عليه هو الأخلاقيات الصحيحة في ممارسة السياسة بشكل ناضج وحكيم. ويرى الكاتب أننا فشلنا في كل الأنظمة السابقة في تحقيق ذلك، مضيفا: لعلي لا أتجاوز الحقيقة بالقول أن من أهم أسباب ذلك الإخفاق هو تحقيق الحوار هو عدم توفر الثقة في بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، ولوجود الخوف بينهم من تسلط الآخر عليه وإخصائه والتحكم في مقاليد السلطة والنفوذ دونه، إضافة للتعصب الفكري والحزبي. ويختم زاويته قائلا: صدقوني إذا استمر هذا الحال فسيأتي في المستقبل من يؤرخ لنا، ويختم بالقول: كان هنا في هذه الأرض المعطاء وسط وطن اسمه السودان، وشعب كان يملك موارد وثروات هائلة ظاهرة وباطنة، ولكنه أهمل وفشل كما فعلت شعوب ودول أخرى عبث بها الشيطان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفعلون. وصدق ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. وإلى آخرة آخر لحظة، ومنها نقرأ للكاتبة منى أبو زيد في زاويتها هناك فرق، وبدأت كالمعتاد بقول مقتبس، وكان هذه المرة لإسحاق نيوتن الذي قال: بإمكاني حساب حركة الأجرام السماوية ولكن ليس حماقات البشر. وتنصح الكاتبة في زاويتها بألا نصدق أبدا سوى عقلك مهما أغرقتك الحجج السياسية، وأن تجتنب شرور التصريحات والإلحاح الإعلامي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليس شرطا أن تصدقني أيضا إذا ما قلت لك أن هذا الشعب وبإسقاط حكمة الشوربة والزبادي قد اتلسع من الإنقاذ فبات ينفخ في الإصلاح. أول أسباب النفخ في الإصلاح هو تضعضع النية الجامعة لذلك الكيان الذي يقود دفة الإصلاح. ضع نفسك مكان سلطة جادة في مشروع الإصلاح، وهب أنها على عكس ما يحدث الآن تحترم رأيك في أدائها. هي حزمة التدابير الإصلاحية التي كان يجب عليها أن تعجل بها حتى لا تكون عرضة لسوء ظنك لا سمح الله. وما هو الجديد الشديد الذي قد يعصمها من عمال عقلك والعياذ بالله؟ أين خطط الإصلاح من مكابرة الملكيين أكثر من الملك وتجاوزات المتحزبين أكثر من الحزب؟ أين هي من تذليل أولي الخطوة أين هي من تذليل أولي الحظوة من الكوادر على حساب الكفاءة ورضوخ السلطة؟ وهذا هو الأهم لابتزاز بعض منسوبيها الذين يلوحون بسلاح التمرد في حال عدم استرضائهم بما يكفي من الجاه والمناصب. كيف ينجح إصلاح وطني يمسك بتلابيبه ابتزاز سياسي؟ فلا ينتقض بإهمال المحسوبية ولا ينتصر بإعمال التنصيب على أساس الكفاءة للمكافأة. نختتم هذه الجولة من أخيرة التيار لرئيس تحريرها عثمان ميرغني في زاويته الراتبة حديث المدينة، تلك التي كتب فيها تحت عنوان في انتظار التغيير. بدأ زاويته يقول: اليوم تحتضن بلادنا ضيوفا أكابر من عدة دول شقيقة لبوا دعوة الاحتفال ليكونوا شهداء بالقصد على تدشين مرحلة، فلتغلق البلاد صفحة الحوار الوطني الشامل وترتكز على مخرجاته لترى هل تحقق معنى التغيير أم يستمر الحال على ما هو عليه. وبغض النظر عن تفاصيل التوصيات التي خرج بها الحوار فإن المحك في العمل، ففي دستور السودان الراهن كثير من الفضائل التي ظلت معلقة في الهواء بلا ساخن، ولم تكن المشكلة السودانية أبدا في مزيد من الأوراق والوثائق والمواثيق. فالعالم من حولنا يتغير وبسرعة، بينما نكابد نحن حالة تيه سياسي يدفع ثمنها الشعب السوداني من عمره الوطني الضايع هدرا. ويختم ميرغني زاويته بتساؤلات: هل ستحقق المساواة بين جميع السودانيين بمختلف مشاربهم وفي أدق تفاصيل حياتهم؟ هل ستنتهي مرحلة تصنيف الوطن بالبطاقة فيسمح لحاملي البطاقة بمتعة التنفس ويحرم فاقدو البطاقة من الجهر بالسر؟
وينتهي من تساؤلاته إلى أن الشعب السوداني في حاجة ماسة الآن إلى برهان قوي يثبت أن التغيير أصبح واقعا محسوسا، لا مجرد ميثاق مكتوب ينتهي مفعوله بانتهاء مراسم تدشينه. ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التحليلية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في منصة السوداني، وصلت بكم إلى فقرة التحليلية ومعي الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ مصطفى أبو العزايم. أهلا بك أستاذ. مرحبا عليكم السلام، مرحبا مشاهدينا الكرام، أهلا أخ أستاذ تيجان. أهلا وسهلا بك، ونبدأ بهذه الجولة بصحيفة الانتباه، ومنها نقرأ عنوانها الرئيس: انتهاء فصول الحوار الوطني، حيث أنهى المشاركون في مؤتمر الحوار فصول مناقشات وجلسات مفتوحة ومغلقة امتدت لأكثر من عامين بالتوقيع على الوثيقة الوطنية النهائية التي بدأت بإعلان الرئيس البشير عنها في يناير 2014. وكشف رئيس الجمهورية عمر البشير عن اتصال هاتفي جمعه برئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي بشأن الحوار الوطني الذي تختتم أعماله رسميا اليوم، في وقت بعث فيه المهدي برسالة للمؤتمر العام للحوار. وأجاز المؤتمر العام في جلسة إجرائية ترأسها البشير أجاز الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم وستكون أساساً للدستور الدائم للبلاد. وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الإجرائية لإجازة توصيات الحوار إن اتصاله مع المهدي جرى قبل لحظات من دخوله إلى قاعة المؤتمر صباح أمس، مضيفاً أنه أبلغ المهدي بأن مكانه الطبيعي في الحوار. أستاذ مصطفى، هل لبت وثيقة الحوار الوطني مطالب الممانعين؟ حقيقة هي ممكن تقول على نموذجية إذا تم يعني الالتزام بها التزام كامل، إذا تم السعي وراء تطبيقها تطبيق كامل. هنالك بعض التخوفات يمكن لبعض الممانعين والذين يحملون السلاح، خاصة الحركة الشعبية وحركة يعني بعض الحركات الدارفورية. هؤلاء ما زالت الأبواب مفتوحة، وهنالك حوارات أخرى تجري الآن، يعني وهنالك خارطة الطريق وقعت وكذا، لكن هو نوع من الضغوط، يعني افتكروا نوع من الضغوط إن يمارسوا إن يمتنعوا عن المشاركة، لكن هي حقيقة وثيقة نموذجية يمكن شارك فيها 90 حزب، 35 حركة مسلحة، كل منظمات المجتمع المدني، لم تستثني أحدا. يعني حتى بعض المعارضين جاءوا من الخارج وشاركوا في هذا الأمر، وأفتكر إنها جاءت بصورة يعني لا يستطيع أحد أنه ينتقص من قدرها، يعني حقيقة. لكن المواقف هي مواقف سياسية في البداية وفي النهاية بالنسبة للذين مانعوا والذين وقفوا على الأرصفة يتفرجون، والدليل أنها لبت يعني شيء كثير مما يحلم به كثير جدا من السياسيين، انه كثير من الذين لم يعني عارضوا هذه الفكره منذ البدايه التحقوا في الايام الاخيره بالحوار وشاركوا، ويمكن شفنا مشاركتهم اليوم في القاعه. وانا افتكر انه هذا العمل اذا خلصت النوايا حقيقه ممكن يخرج بالسودان من هذه الوهده الى يعني افاق ارحب ان شاء الله. هذه بعض من ردود الفعل، أن الاستبشار بما وجد في الوثيقة هو بشكل عام، ولكن التخوف من تطبيقها هو السائد، لماذا؟ يعني هو طبعا ده نتاج لعدم ثقة استمرت فترة طويلة جدا بين بعض الممانعين، بعض الذين وقفوا على الجانب الآخر من النهر زي ما نقول. لابد من أن تبني جسور بتاع الثقة، سعت الحكومة إلى خلق أو صناعة هذه الجسور حتى تعبر من خلال بعض الحركات المانعة، لكن برضو ما زالت هنالك تخوفات. هنالك ايضا قضايا يعني تحسب انها قضايا معلقه، ما زالت قائمه متصله بمساله اطلاق سراح بعض المحكومين والأسر، لكن ده مؤكد ما حيتم اذا ما تم اتفاق تام وتم توقيع على اتفاقيه سلام ما بين الحركات التي ترفع السلاح وما بين الحكومة. الحكومة الآن شكلها حيختلف في المرحلة القادمة، يعني أتوقع أنه شهر 11 تقريبا ممكن يكون في إعلان لحكومة جديدة تشارك فيها فعاليات أخرى سياسية، يعني حتى من الذين كانوا يعرضون اللي هي الحكومة القومية، تستمر كحكومة قومية إلى انتخابات 2020. يعني وأنا أتوقع شخصيا، أنا شخصيا متفائل يعني، لكن أتوقع أنه تحصل بعض الممانعات، بعض التعنت، بعض كذا، لكن في النهاية سيتم التوقيع. هذه الممانعات والتعنتات هل تقصد بها مناصب سياسية أو مناصب يعني وزارية؟
وضغوط يعني مكاسب، هي مكاسب سياسية يمكن هي دي الأقرب إلى منطق تلك الحركات، ويمكن أكثر ما يشكل خطورة إنه تطلعات بعض القيادات المحلية إنها ما زالت مسجونة داخل أفقها المحلي، يعني تريد ترتيبات خاصة بأنها تدخل إعانات عن طريق بعض دول الجوار عشان تكون تستغلها في إدخال بعض الأسلحة عشان ما يكون عندها نفوذ أكثر في أنها تحكم حكم شبه منفصل عن بقية السودان، ودي المخاطر هنا. طبعا هذا لن تقبل به الحكومة ولن تقبل به حتى الأحزاب المعارضة الموجودة الآن على الساحة، ولن تقبل به حتى الجماهير الشعب السوداني، يعني لن نتجرع ذات الكأس مرة أخرى الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان. جميل. طيب مكالمة البشير والمهدي هل سيكون لها ما بعدها؟ هي حقيقة كانت مفاجأة أمس الذي ذكره السيد رئيس الجمهورية في القاعة، إنه كان يهاتف السيد الصادق المهدي قبل دخول القاعة، ويمكن أنا كنت أتوقع، أنا شخصيا كنت أتوقع إنه زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى مصر إنه يتم فيها لقاء مع السيد الصادق المهدي، لكن حصلت مفاجأة ثانية أكبر إنه تم اللقاء بالسيد محمد عثمان المرغني، وأنا أفتكر هي دي ممكن تكون يعني أجنحة يعني تنطلق بها يعني طائرة السلام إن صح التعبير في الفترة القادمة. ده حزبين تاريخيين عندهم وزنهم وعندهم يعني حقيقة تأثيرهم ومشاركين بشكل أو بآخر. صحيح الحزب الأمة القومي ما مشارك مشاركة مباشرة كحزب برئاسة السيد الصادق المهدي، لكن هنالك أكثر من حزب أمة مشارك. هنالك أيضا التحق السيد مبارك الفاضل بالحوار، ومبارك الفاضل إلى أن محسوب يعني محسوب على حزب الأمة القومي، وحتى يمكن اجتماع المكتب القيادي الأخير لحزب الأمة والذي يعني رفض فيه قرار السيد الصادق المهدي بفصل السيد مبارك الفاضل، أنا أفتكر ده يعني أداه عزز من مكانته وأداه يعني برضو قيمة مضافة أكثر. مشارك يعني أفتكر الحزبين شاركوا بطريق أو بآخر، والحزب الاتحاد أصلا مشارك، يعني إن كانت هنالك خلافات داخلية بين عضوية الحزب نفسها، لكن كحزب يعني حزب غير ممانع مشارك أصلا في الحوار، مشارك في الحكومة وكذا. بالنسبة لحزب الأمة يعني نعلم جميعا هنالك مشاركات يعني يعني كثيرة، يعني من كانوا هم أعضاء قيادات داخل حزب الأمة انفصلوا عنه لأسباب يعني برضو شكل الصراع الداخلي، وأنا أفتكر إن المسألة دي لا تحل حقيقة عشان حقه عشان يكون عندنا حوار متصل وتكون عندنا وثيقة مجدية إنه تتم حوارات داخلية وسط الأحزاب نفسها. طيب يعني انتهت توصيات الحوار الوطني، هل تعتقد أننا فعلا أمام مرحلة جديدة بدأت منذ ساعة أنت كنت في القاعة؟ نعم، أمام مرحلة جديدة وأمام تحدي، أمام تحدي كبير جدا في إنه ننجح ولا ما ننجح، وخطورة ما يحدث الآن إذا ما نجحنا وعبرنا في إنه يكون عندنا يعني سلام واستقرار وتنمية لاحقة، للأسف الشديد السودان مهدد بمجموعة من يمكن قد تؤدي يعني يمكن مجموعة من التحديات اللي ممكن تضعف كثير جدا من قواه، وممكن تؤدي في النهاية إلى يعني نهاية دولة اسمها السودان. لابد أن نتفق تتفق كلمتنا. نعم. طيب إلى صحيفة السوداني ومنها نقرأ: أثيوبيا تفرض حالة الطوارئ. في تفاصيل الخبر، أعلنت الحكومة الأثيوبية حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة من أعضاء 2 من أكبر الجماعات العرقية في البلاد، وهما الأورمو والأمهرة. ويشكو أعضاء هاتين المجموعتين العرقيتين مما يقولون أنه تهميش سياسي واقتصادي. وبثت الإذاعة الأثيوبية الرسمية بيانا قالت فيه: أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ والتي ستكون نافذة بدءا من مساء الخميس للتعامل مع العناصر المعادية للسلام المتحالفة مع قوى أجنبية وتهدد سلام البلاد وأمنها. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين في خطاب متلفز: نضع سلامة المواطنين أولا، فضلا عن أننا نريد أن نضع حدا للأضرار التي ارتكبت ضد مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومباني الإدارة والمؤسسات العدلية.
يعني أثيوبيا الآن لعنة التحديات ومهددة يعني. حقيقة برضو بالصراعات الداخلية اللي ممكن يعني تعمل على إضعافها. وأثيوبيا يعني لمن يعرفها جيدا نهضت نهضة كبيرة جدا بعد الإطاحة. معدل نمو عالي جدا في الصراعات. معدل نمو عالي جدا وحدث تغيير اجتماعي وتغيير حتى في البنى التحتية في البنى التحتية يعني حقيقة قفزت قفزة كبيرة. هنالك من لا يقبل هذا الأمر لأثيوبيا، هنالك أيضا يعني بعض الذين لهم مصالح في أن لا تتقدم القارة الأفريقية عموما، هنالك يعني من يجلس لتقسيم القارة من جديد لمناطق نفوذ. وربما أثيوبيا برضو وقعت عليها إحدى هذه العيون، تريد واحدة من مناطق نفوذة في القارة. الأرومو والصراع حصل أخيرا الأمهرة والأمهرة ديل عرقتين كبير يعني عرقتين مهمات جدا في أثيوبيا. ويمكن الأمهرة كانوا حكام لفترة طويلة. أثيوبيا فيها عدد من الأقاليم كله يعني عرقية وكله إثنية عندها يمكن يعني عندها حدود القبلية والإثنية وكذا، لكن لم يحدث من قبل إنه حدثت احتكاكات بسبب الانتماء لعنصر دون الآخر. والآن هذه المسألة كأنما هناك من يعني يزكي هذه النار ويزيد اشتعال. يمكن ده ينعكس حتى اليوم بعدم مشاركة السيد رئيس الوزراء الأثيوبي في الحفل الختامي لمؤتمر الحوار الوطني. يعني غيابه مؤشر لما يحدث الآن شيء كبير. يعني أنت تشير مباشرة إلى أصابع خارجية سبب في تعجيج الصراع داخل أثيوبيا وليس يعني قد تستغل قد يكون هو احتكاكات عادية بدأت، لكن هنالك من يستفيد غالبا من هذا الأمر وتتدخل بعض الجهات لصالح تستفيد من هذا الوضع. هل ستتجاوز أثيوبيا هذه المحنة؟ أتوقع بحكمة قيادتها وبوعيها. وبعدين في حاجة مهمة جدا، هيبة الدولة في أثيوبيا يعني ملموسة. دي برضه ستؤثر كثيرا ويمكن يعني 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 تضعف استمرارية الأزمة. هذه الاضطرابات هل متوقع أنها تؤثر على مشاريع التنمية والمشاريع الحضرية؟ ستؤثر لفترة مثلاً. مؤكد ستؤثر لزمن محدد، لكن بعد ذلك بعد أن يعني يعاد إصلاح الحال ممكن مشاريع التنمية ترجع كما كانت. أثيوبيا يعني شوف الشعوب، وأنا دائما بقول الكلام ده باستمرار، الشعوب التي نشأت في ظل حكم مركزي قابض وفي ظل إمبراطوريات يعني سهل جدا إنك توجهها التوجه خاصة إذا كان توجه بتاع خير، يعني توجهها التوجه المطلوب أنت كسلطة مركزية قائمة. أثيوبيا ظلت سنوات طويلة جدا إمبراطورية يعني ومحكومة ومركزية، وكان فيها الإمبراطور شبه مقدس أو مقدس مش شبه مقدس، فسهل إنك يعني تقود الناس إلى متى. ولكن أستاذ مصطفى أعتقد يعني ما لم تكن الشعوب هي ذات الوضوح وذات الفكر الراقي والمتطور وتدرك أن هناك جهات لو المصلحة بقول لك المصلحة إذا وجهتها إلى الأهداف والقيم الخيرة هي ستتجه فورا لتنفيذها، يعني ما هتحتجها يعني ستثور عليك. ويمكن ده يتمثل لنا، شوف الوعي هو مسألة مهمة جدا صحيح زي ما شفنا الآن. الوعي الذي يعني يعني شمل كل أثيوبيا أو بعض مناطقها خلال فترة الإمبراطور هيلاسلاسي يمكن عجل بمسألة الانقلاب عليه. الوعي برضو اللي شمل عدد كبير جدا من الأثيوبيين خلال فترة حكم الرئيس السابق منغستو هايلي مريم هو العجل بمسألة تقوية الشعوب هي أيوة هي الوعي يعني الوعي ده يخاف منه الحاكم الظالم دائما صحيح. أستأذنك الآن والمشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من أنشطات سبعينية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، لازلت أتواصل معكم في هذه الحلقة من منشطات وفي التحليلية. اليوم معي الأستاذ مصطفى أبو العزيم. أستاذ مصطفى، جريدة الصحافة نقرأ منها الكشف عن وظائف وهمية بوزارة في جنوب دارفور وفي تفاصيل الخبر.
ضبطت لجنة تحقيق كونت بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل 27 وظيفة وهمية تنفق عليها وزارة المالية بالولاية رواتب منذ 17 شهرا دون أن يكون هنالك موظفون حقيقيون. وقال مسؤول بوزارة المالية بالولاية أن 27 وظيفة يتم تمويلها منذ العام 2014 للميلاد عبر وزارة المالية دون وجود لأصحابها رغم وجود ملفاتهم لدى إدارة شؤون الخدمة. وأشار إلى أن المالية أنفقت ما لا يقل عن 360 ألف جنيه على وظائف وهمية، مبينا أن التلاعب بالمال العام ما زال موجودا رغم فرض ضوابط صرف صارمة من الوزارات. طيب، هذه وردة في الجريدة. نعم. يعني متى تختفي يعني ظاهرة الوظائف؟ والله شوف، هي هتختفي لما يحصل الضبط التام. هو كويس أن الدولة اتجهت في مشروع الإصلاح العام لإصلاح الخدمة الوطنية، إصلاح الخدمة المدنية. إصلاح الخدمة المدنية برضو ما حيتم إذا تركت الأمور لآخرين، يعني بدون إشراف عام من جهة أو مفوضية خاصة. الآن في اتجاه لإنشاء مفوضية للخدمة المدنية، يمكن يحدث شوية انضباط في الخدمة المدنية، لكن تاريخيا يعني أنت لا تعرف البشر وهنالك أصحاب النفوس المريضة والضعيفة وكذا، وهذه يعني للأسف الشديد يعني جرائم تحدث منذ وقت بعيد جدا. يعني صحيح. يعني ممكن يعني ما كان الناس بيستغربوها في بعض، حتى كانت في بعض الولايات والأقاليم زي ما كانت مسمى أو المديريات القريبة من المركز كانت تحدث فيها مثل هذه الأمور. الآن إحنا محتاجين للضبط ومحتاجين للمفوضية للإشراف على مسألة الخدمة المدنية لتقلل هذا النصف يعني. طيب، السؤال الأهم هو يعني من أين تأتي الجرأة لمسؤولين أن يقوموا بتجاوزات هذه الملل؟ مع غياب الرقابة. غياب الرقابة. نعم. بالدرجة الرقابة حقيقة. وبعدين دائما لو حصل الآن بدأت تحدث في مناطق صعب الوصول لها كان في فترة من الفترات، يعني أتيام المراجعة، وبعدين لمحدودية عدد الأتيام نفسها، يمكن وسائل الحركة، يمكن أشياء كثيرة جدا قد تؤدي إلى هذا الأمر. لكن محتاجين للتفعيل، محتاجين لمفوضية حقيقية. وأنا أفتكر أنه ده من يعني من أوائل من يعني من المطلوبات للمرحلة القادمة. توجد قوانين رد واضحة فيما يخص يعني سرقة المال العام. نعم. لماذا نلجأ أحيانا إلى استعمال كلمة تفعيل القوانين لأنها هي موجودة أساسا؟ لماذا لا تفعل أحيانا؟ من المستفيد من عدم تفعيل قوانين تردع من يغتصب المال العام بالشكل العنيف؟ بعض الدول هناك قد تصل العقوبة إلى الإعدام. شوف، أنا مرة في إحدى زياراتنا لجمهورية الصين الشعبية كان من شهد جريدة الشعب الصينية في طبعة الإنجليزية كان الإعدام لأحد منفذي واحد من الكباري في واحدة من القرى، وإنه استعمل مواد غير مطابقة للمواصفات وده بيهدد سلامته، كان الحكم عليه بالإعدام. يعني إذا طبقت هذه أو فعلت هذه القوانين وطبقت العقوبات، حقيقة الناس بيترددوا 100 مرة قبل أن يقدموا على فعل جريمة زي هذه الجريمة. وما تتخيل إن هذه يعني جريمة، لأنك تزور أسماء 27 شخص وتصرف المال بأسمائهم وتوقع بالنيابة عنهم، والقصة مستمرة يعني قريبة لسنة ونص أو تقريبا أكثر من سنة ونص، مش كده ولا كم؟ صحيح صحيح. القصة هي مستمرة. وجدت كشوفات بها أشخاص متوفين. نعم. لا زال يتم الصرف. نعم. لهم أين لا مراجعة مالية ولا إجراءات أتيام المراجعة. يجب أن تقيف على هذا، يعني تقيف على هذا الأمر وقفة حازمة. أيضا الولايات عندها دور، يعني الوالي وحكومته ووزراء المالية في تلك الولايات ومديرين الوزارات وكذا، لابد أن يقيفوا على هذا الأمر بأنفسهم، ولا بد من مراجعة حتى لو مراجعة الشخص بالطريقة القديمة العقيمة بتاعت التصحيح، يعني كما هنالك وسائل للضبط. انا افتكر انه ان احنا محتاجين ليقظه كبيره جدا في هذا الجانب. النفوذ والمحابة. نعم. هل تعتقد ان لها دور في جرأة شخص ما على اغتصاب مال عام؟ ربما قد يشعر انه متاح له ذلك نتيجه اجتهاده انه محمي وقد يشعر انه محمي من شخص ما، محمي من تنظيم ما، من حزب ما، محمي من قبيله ما، يعني كده. يعني دي مسائل. يعني شوف، الوظيفه العامه دي اذا لم يعني تكون المواصفات الاختيار لها هي الجدارة والاستحقاق والقدرة والتأهيل وكذا، ما يبقى ما عندها معنى، لأنه يعني تبقى
يعني هي مش بتبقى أقرب للوظائف الخاصة. صحيح. طيب نطالع مع أستاذ مصطفى صحيفة الرأي العام ومنها نقرأ: يوناميد تنفي مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بدارفور. وفي تفاصيل الخبر، نفت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور يوناميد الأحد مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام أسلحة كيميائية بمنطقة جبل مرة بإقليم دارفور خلال معارك في العام الجاري، مؤكدة أن منسوبيها المنتشرين بالإقليم لم يتلقوا مطلقا أي شكوى بهذا الخصوص. وقالت الخارجية السودانية في تعميم لها عقب لقاء عقده وزير الخارجية إبراهيم غندور مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور يوناميد مارتن أوهوميهي، قالت إن الأخير أكد عدم تلقي بعثته ما يشير لاستخدام أسلحة كيميائية. وأكد المبعوث المشترك أن البعثة أو أي فرد من أفراد اليوناميد الذين يبلغ عددهم 20,000 من العسكريين والمدنيين المنتشرين في مناطق دارفور لم يتلقى إفادة أو شكوى تشير لاستخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة. طيب، حديث يعني ممثل اليوناميد يعتبر دليل براءة من مزاعم منظمة العفو الدولية وهم الأقرب إلى الميدان. شوف، ده يوريك إلى أي مدى يعني ممكن يحدث التزوير في تقارير يعني يحسب لها الحساب منظمة العفو الدولية، منظمة عندها يعني وجودها ووزنها وثقلها، وهي ذاتها يبدو أنها وقعت في واحد من الفخاخ، يعني فخ نصب لها بذكاء شديد جدا. أنا شفت الصور اللي بناء عليها تم اتخاذ هذا الموقف، يعني صور فيما يبدو أنا ما أخصائي طبيب ولا كده، لكن فيما يبدو أنها لأمراض حساسية في بعض أجزاء كثيرة جدا من أجساد عدد من الأطفال وبعض البالغين، وفيها دمامل وكذا. نشرت على أن هذه هي آثار لاستخدامات الأسلحة الكيميائية. حقيقة موقف اليوناميد كان موقف شجاع مشرف، وكان يعني أكد على أنها رغم التنازع بينه وبين الحكومة وإن عملت خارطة الطريق وإنها تطلع وكذا، لكن أخذت الموقف اللي بياخده أي إنسان أو بيتاخده أي منظمة يعني تعتمد على صدقيتها وتعتمد على يعني حسها المهني العالي. يبدو إنه منظمة العفو الدولية وقعت في شرك نصبته لها بعض المجموعات المحاربة في تلك المنطقة، وأنا ما داري أسميها بالاسم، يعني كانت مجموعة معروفة، وعلى أساس إنه هنالك إبادة جماعية وعلى أساس إنه هناك استخدام لأسلحة كيميائية وكذا، ودعمت اتهاماتها دي بهذه الصور، ومنظمة العفو لم تتحقق. الآن المنظمة في محك صعب جدا في أنها تفقد مصداقيتها، وإنها بقت منظمة لا يعتد كثيرا بما تقول يعني. طيب، خاصة في الشأن السوداني. نعم، تكررت هذه الأحداث. نعم. الحكومة كيف يمكن لها أن تكون لا يعني لها قدرة على إثبات عدم صحة هذه المعلومات؟ وأشوف زيدي ما كانت مسألة يعني تم تداولها والحاجة في وسائط التواصل الاجتماعي هذه الصور. الحكومة طبعاً لو ما حصل حاجة رسمية ما بتقدر تبادر تقول يا أخوان الصور اللي بتنشر فيه كذا هي صور كاذبة وكذا وكذا، وإنه ما في أي إبادة جماعية كذا، ما في استخدام للأسلحة كبيرة. يعني لابد من أن تظهر التهمة حتى تتحضي أنت في النهاية، وهذه مشكلة الحكومات إنها دائماً حتظل في حتة بتاع الدفاع، يعني لا تستطيع أن تبادر. المعارضة أو الذين يعني يرفعون السلاح وجه الحكومة يعني يستخدمون يعني السلاح الشائعة غير السلاح الناري، يعني صحيح. هناك سلاح أقوى وأخطر زي السلاح الشائعة، وبعد ذلك تبتدي أنت تبحث في الرد على مثل هذه الاتهامات. طيب، هذا الاتهام هل سيكون له أي تأثير سالب على السودان؟ بالعكس، أنا أفتكر الآن بعد الكشف عن هذه الحقائق هيكون عليه تأثير سالب على منظمة العفو، وهيكون عليه تأثير سالب على الجهة التي غزت منظمة العفو الدولية بهذه المعلومات غير الحقيقية، خاصة وأن التوضيح جاء من اليوناميد أيضا. جاء من اليوناميد، هذه الحكومة ما عندها علاقة بها طبعا، ما عندها أي علاقة باليوناميد. وبعدين في مواقف أصلا ظاهرة بين شد وجذب، يعني بين المنظمة وبين الحكومة، في أنه الحكومة ذاتها قالت ما عايز اليوناميد منذ فترة طويلة وعملت لها خارطة الطريق وكذا. فأنا أفتكر أن هذه شهادة قوية جدا لتكذيب ما ادعت يعني مزاعم منظمة العفو الدولية. أشكرك جدا الأستاذ الكاتب الصحفي المحلل السياسي مصطفى أبو العزائم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ولا زلت أتواصل معكم في منشطات سودانية فقط، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مع فقرة محرر اليوم.
اختار فريقنا لهذا اليوم تحقيقا أجرته الصحفية زكية الترابي حول تعديل عقوبة الزاني المحصن، تم نشره في صحيفة آخر لحظة على دا الأمس. نشر التحقيق تحت عنوان تعديل عقوبة الزاني المحصن الدخول في المحظور. مشاهد سوية. حد المحصن وجد يعني استنكار وردود أفعال كبيرة من 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 هيئة علماء السودان، مجمع الفقه الإسلامي، حتى إنه الأئمة المساجد في الجوامع يتحدثوا عنه. فمن هنا يعني جات الفكرة إنه نحن نغوص في الموضوع، نشوف إنه هل هو حد الزاني المحصن ده هو الرجم، إنه هل القانون، إنه هل الوزارة بحق لها إن هي تعدل من تعدل هي القانون بنفسها، أم في جهة أخرى هي ممكن يعني يمكن تقوم بتغيير القانون أو تقدم مقترحات لتغيير القوانين. فبدأت يعني في التحقيق، فحتى لما انتهيت من التحقيق ما لقيت يعني مبرر يعني أو مسوق إنه للتعديل، إنه يعني كانوا فئات يعني من أنصار السنة ومن التصوف المتصوفين وكل الطوائف الدينية أنا كان يعني لقيتهم وتكلمت معهم في الموضوع، لكن يعني المساحة بتاعت الصحيفة ما وسعت إنه الكلام كله يكون يعني مكتوب. فكلهم الناس اللي أنا تكلمت معهم ويتحدثوا لي إنه قالوا الحد هو الرجم. الرجم قالوا الرجم ليه الرجم؟ لأنه قالوا يعني إنه الجريمة كبيرة، فهي يعني الرجم ده هو الجزاء المناسب، يعني الشنق ليست جزاء مناسب، وإنه تاني الشنق ده بيصبح عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية ممكن تسقط بطول الفترة، وإنه يسقط حد الزنا، يعني حتى شنو يتخوفوا العلماء من إنه تسقط، وإنه يعني يفتحوا الباب لممارسات يعني كده الناس يستغلوا الثغرة دي، يعني العلماء يتخوفوا من إنها تصبح عقوبة تعزيرية. ومستدلوا تاني قالوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان رجم، قال يعني في لما جاء اليهودي وأقر للرسول إنه قال له أنا كده فعلت الحاجة دي، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كان يهودي، قال له العقوبة في 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 في, في كتاب شنو، فسكت. قام جابوا التوراة، قام لما فتحوا الآية قام اليهودي خدت يده في الآية اللي هي الآية اللي بتأكد الرجم، خدت يده في الآية. جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان صحابي وكان يهودي، قام قال لي ارفع يدك من الآية. لما رفع يده لقاها شنو؟ لقاها الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا رجم في التوراة، من التوراة يعني قبل ما تنزل آيات الزنا في سورة النور، ورجم بعد نزول سورة النور، لأنه قالوا العلماء على حد قول العلماء يعني قالوا سورة النور دي نزلت في العام الرابع من الهجرة. كانت هذه الصحفية زكية الترابي في تقريرها حول عقوبة الزاني المحصن. والآن ننتقل إلى ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية، ونبدأ من صحيفة The New York Times، ومنها نقرأ هذا العنوان: ترامب وكلينتون يتبارزان بالإهانات في المناظرة الثانية. وفي تفاصيل الخبر، تصادم دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في المناظرة التلفزيونية الثانية أمس في لقاء سادت فيه العدائية دون كلل، واستمر المشهد لمدة 90 دقيقة محتدما بالهجمات الشخصية والمزاعم الرخيصة واتهام مذهل من ترامب لكلينتون بأنها تحمل كراهية هائلة في قلبها. وقال ترامب في مناورة سياسية مثيرة للجدل إن كلينتون هاجمت النساء اللائي اتهمن زوجها بيل كلينتون بالاعتداء الجنسي أو مضايقتهن، ساعيا لإنقاذ ترشيحه للرئاسة بعد التقارير الفاضحة حول تعليقاته البذيئة على النساء في الماضي. بدأ المرشح الجمهوري متوترا في البداية، ثم ازداد غضبا كما إنه كان أكثر راحة عندما هاجم كلينتون. وأشار ترامب إلى أن ثلاثا من الشاكيات ضد بيل كلينتون كن جالسات مع الجمهور، وكانت تلك إحدى اللحظات التي حاول فيها ترامب تنشيط مؤيديه المحافظين والإيقاع بينهم وبين المسؤولين الجمهوريين الذين تخلوا عنه. وظهر عدم الارتياح على المرشحين طيلة النقاش حتى أنهم رفضوا المصافحة في البداية. كانت الليلة من أقبح اللحظات في تاريخ السياسة الأمريكية، وبرز فيها نوع من الإساءة الشخصية نادرا ما عرضت من قبل أو ما عرض له من قبل الذين يطمحون لقيادة بلد.
ونمضي بكم الآن إلى صحيفة الإندبندت، ومنها نطالع خبرا حول اجتماع يعقد اليوم يضم بوتين وأردوغان، ويشعر الولايات المتحدة الأمريكية بالقلق. جاء في التفاصيل: بينما تركز الولايات المتحدة اهتمامها على فضائح دونالد ترامب وما أثرته من عواصف في مجرى العملية الانتخابية، هناك اجتماع سيتم في اسطنبول بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، والذي يتوقع أن تكون له نتائج استراتيجية عالمية. الغرض الرسمي لزيارة الرئيس الروسي لتركيا اليوم الاثنين هو مجلس الطاقة العالمي، والذي له أهمية لدى البلدين وضرورة مناقشته، لكن هناك مسألة آنية وملحة يتعين على زعيمي البلدين مناقشتها، هي الحملة على داعش في العراق وسوريا. كما إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاملا فيما تخلص إليه المناقشات من نتائج، فقد بردت علاقات أنقرة مع واشنطن في وقت أصاب فيه الدفء علاقاتها مع موسكو. كما إن العلاقات بين واشنطن وموسكو تدهورت مؤخرا بسبب قصف حلب واتهام واشنطن لموسكو بالمشاركة في ذلك القصف. وفي صحيفة غلف نيوز وفيها نقرأ: أعلنت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على سوري يبلغ من العمر 22 عاما ظل هدف حملة واسعة للقبض عليه، إذ يعتقد أنه يعد الهجوم بالقنابل. وبثت شرطة ولاية ساكسونيا على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم أن جابر البكر قد تم القبض عليه خلال الليل شرق مدينة لايبرغ. وكان البكر وهو سوري من دمشق قد هرب أثناء دهم الشرطة شقته قرب شوينتر، إثر معلومات تلقتها من المخابرات الداخلية بأنه ربما يعد لهجوم إرهابي. ومن ذا ناشونال الإماراتية نقرأ لكم العنوان التالي: أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هالي ميريام ديسالين حالة طوارئ في البلد لمدة 6 أشهر أمس الأحد، وذلك بعد أسبوع من أعمال العنف المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط قتلى وأضرار في الممتلكات في جميع أنحاء البلاد وخاصة في منطقة أوروميا. قال ديسالين على شاشات التلفزيون الذي تديره الدولة: تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الوضع الذي يشكل تهديدا ضد الشعب. وأضاف أن حالة الطوارئ أمر ضروري لاستعادة السلام والاستقرار خلال فترة قصيرة من الزمن، وأن الائتلاف الحاكم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية يبحث في الإصلاحات ويخطط لإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. تواجه إثيوبيا أكبر الاضطرابات المناهضة للحكومة في عقد من الزمن من قبل مجموعات الأغلبية الأورومو والأمهر العرقية التي تشعر بأنها مهمشة من قبل النظام الحاكم الذي تقوده أقلية. يمثل الإعلان مزيدا من التشدد في موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، والتي قوبلت باستجابة أمنية قوية خلفت مئات القتلى وفقا لجماعات حقوق الإنسان. وما زلنا في الفضاء الإقليمي، ومن صحيفة فالغارد النيجيرية نطالع هذا العنوان: المخابرات النيجيرية تسترد أكثر من مليون دولار من منازل 3 قضاة في حملة ضد الفساد. لتفاصيل الخبر، قالت الاستخبارات النيجيرية أنها قامت بمداهمات ليلة الجمعة على مساكن 3 قضاة استردت فيها مبالغ تقدر بأكثر من مليون دولار في حملة مكافحة ضد الفساد. الثلاثة من القضاة 7 الذين يعملون في المحاكم الاتحادية والعليا والسامية في البلاد. وادعت المخابرات أن محافظ ولاية ليفريز نايسون وايك قام بإحباط مداهمة منزل أحد القضاة 7، والذي زعم أن نحو 2 مليون دولار كانت في بيته، الأمر الذي نفاه وايك. وانتقد المداهمات كل من نقابة المحامين النيجيريين والمنظمة الاجتماعية السياسية أفينيغر ومحافظ ولاية إيكيتي في بيانات منفصلة. وطالبت نقابة المحامين النيجيريين بالإفراج عن القضاة 3 الذين وفقا لقولهم تم اعتقالهم. وعلمت جريدة فانغارد أن الحملة ستمتد إلى المزيد من القضاة في جميع أنحاء البلاد الذين يشتبه في أن يكونوا متورطين في الفساد المالي. كانت تلك جولة وتنقل في أهم ما ورد اليوم في عمدة الرأي وعناوين الصحف المحلية والإقليمية والعالمية. غدا إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء. السلام عليكم.